متابعينا بصباحنا اكيد وصلنا لفقرتنا الاخيره. يعني دائما مع تغيير الفصول ان كان من صيف لشتاء ومن شتاء لصيف بيكثر الامراض وخاصه عند الاطفال. خلينا نحكي اكثر اليوم مع الدكتوره ونتناقش بموضوع الامراض المزمنه مثل السعال، وخاصه خلينا كمان نحكي عن الامراض التحسسيه يلي اليوم بترافق تغيير المناخ. الدكتوره رح تكون معنا الدكتوره لميا البضنا أخصائية بأمراض الأطفال. صباح الخير دكتورة. صباح الخير رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ورمضان كريم، ينعاد عليك بالخير والصحة. الله يخليك يا رب. يا رب. يعني عم نحكي على موضوع هلا الأهالي كلهم بيعانوا منه، خاصة أمراض المتعلقة بفصل الصيف عند الأطفال. طبعا. خلينا أول شيء ناخذ فكرة عنه. هلا في مثل بيقول بالصيف رود البساط للضيف، يعني وبرد الصيف أحد من السيف. فهدول بيختصروا انه ليش بيصير امراض بالصيف. اول شيء تغير الطقس، وخصوصا بهذا الطقس الانتقالي مثل اللي نحن فيه هلا، اليوم شوب ويوم برد ويوم يعني يوم مختلف كثير. الشيء الثاني بلش يصير الجو حلو، ان الاطفال صارت تطلع، خلصوا الامتحانات، راحوا على الشرطات كمان فورا مباشرة. طبعا الاطفال ما بيصدقوا يعني، والبوظة مباشرة. فيعني بلشوا الاطفال يطلعوا من الشتاء المغلق المزعج، بلشت المسابح، بلشت الروحات، المشاوير، الجمعات العائليه الاكثر، معناته بلشت الاطعمه الطيبه، التنوع بالاكلات كليتها، معناته بلشت تظهر الامراض. طبعا هو اللي بيتصدر دائما امراض الشتاء هو السعال والانتانات التنفسيه، اللي بيتصدر امراض الصيف هو الاسهال، الاقياء والاسهال والانتانات المعويه. مثل ما قلنا، لانه اول شيء الاطعمه متاحه للاطفال، حرارة الجو العالية ممكن تؤدي انه الأطعمة تخرب بسرعة أكثر من قبل. يعني نحن بننتبه كلنا بالشتاء انه إذا تركنا صحن أكل على الطاولة ونقوم الصبح بنلاقيه ما في شيء، بالصيف أحيانا بنكون تاركينه بقلب البراد ممكن نلاقي انه خرب. التكاثر الجراثيم بيكون أسرع بالجو الدافي، دائما خصوصا البكتيريا بتحب الجو الدافي أكثر، بتتكاثر أكثر بالجو الدافي. فإذا نحن عندنا أطعمة كثير متوفرة بالنسبة للأطفال، لسه في أطعمة مكشوفة عم يشتروا الأطفال، حتى في جزء كبير من الأطعمة المغلفة مثل الشيبسات وهدول اللي مقليين بالأساس ببطاطا ومخزنين لفترات طويلة، هدول كمان مسؤولين بنسبة كبيرة عن الإنتانات المعوية، لأنه هدول مثل ما بنعرف مقليين ببطاطا معرضين موجودين بالمحلات فترات طويلة لأشعة الشمس، الأطفال بيستهلكوا منهم كميات كبيرة. أحيانا مو المشكلة الصراحة بجودة المنتج قد ما المشكلة بكمية اللي بياكلها الطفل، يعني الأطفال روح قلبهم الأكلات الطيبة بيجيبوها بقى كيس من هون وكيس من هون وكيس من هون، ببلشوا ياكلوهم كلهم فوق بعض. الأطفال ما بيحسوا، ما عندهم إحساس الشبع تجاه الأكلات الطيبة، يعني قد ما أعطيتي قد ما أعطيتي ببلش ياكل ياكل ياكل، ببلش بعدين قصة الإقياءات والإسهالات. هلا نقطة كثير مهمة، يمكن من أهم أمراض الصيف هي الإقياءات والإسهالات. ليش؟ لأنه لما عم نقول إقياء عم نقول إسهال، معناته نحن عم نفقد سوائل، عم نفقد شوارد من جسمنا. الرسالة أنا بحب دائما بكل مقابلة يوجه رسالة للأمهات، الرسالة للأمهات أنه الإنتان المعوي، الإقياء والإسهال هو تعويض سوائل وشوارد وليس دواء التهاب. طبعا في حالات قد تستلزم إعطاء سطحي وإعطاء دواء التهاب، بس الشيء الأساسي هو تعويض السوائل والشوارد، لأنه نحن المشكلة بالإنتان المعوي شو؟ المشكلة هي نقص السوائل بالجسم وبالتالي أذية الكلية. لهيك أنا بنبه الأم، أي طفل عنده إقياء وإسهال لقيتي أنه عنده حرارة عالية، عنده إقياءات معنده، رغم انك استخدمتي مضاد اقياء، اغلب الامهات عندهم مضاد اقياء بالبيت، طب استخدمتيه مره ومرتين ثلاثه لسه الإقياءات معنده، معناته بدنا نراجع طبيب. في حراره عاليه اكثر من 39 معناته الانتان المعوي جرثومي مانو فيروسي. استمرت الإقياءات والاسهالات اكثر من 24 ساعه، طفلك مانو عم يقبل ياخذ سوائل، وخاصه الاطفال عمر 6 شهور واقل، هدول معرضين اكثر لانه يفقدوا سوائل، وخاصه اذا ترافق مع رفض رضاعه، معناته في عندنا مشكله هامه. الشيء الثاني كمان اللي بدنا نراجع فيه الطبيب، لما بتلاحظ الام انه البول قل، هي ملاحظه كثير كثير مهمه. طالما البول قل معناته نحن الطفل دخل بتجفاف شديد، خفت ترويه الكليه وما عاد بول، فهي نحن بنقلها علامه انذار، انه عم يعني طفلك عم يقول لك انه انا بحاجه لدعم طبي، او انا بحاجه لسوائل. اذا كانت الام بعيده عن الطبيب ما بتقدر تاخذه لاي سبب ثاني، فنحن بنعلمها انه اعطيه سوائل رائقه. الشيء الثاني انه الامهات لما الطفل بيكون عنده اقياءات بميلوا على انه يعطوه تغذيه بسرعه، لا، ابنك عنده اقياء اعطيه مضاد اقياء، انتظري لك ساعه ساعتين،
اعطيه خلال ساعتين سوائل دافيه، موجود عندك مي للمعده شاي تمام مباشره. الفكره انه انا طالما صار في اقياء معناته معده الطفل تشنجت، الام بتقول يا الله ما له عم ياكل، انا معك انه ما له عم ياكل، بس مو معناته انه بعد ما تقيأ بربع ساعه تعملي له ساندويش ولا تعملي له وجبه، ما رح يقدر ياكلها، رح ترجع تتقيأ المعده. انا لما بحط الطفل على سوائل ورديه ليش الولد بيرتاح؟ لاني انا ريحت المعده، خففت الوارد عن طريق الفم. طب الام انت بالبيت ما بدك تعلقي سيروم، خدي شيء بيشبه السيروم. شو يعني؟ يعني اعطي كميات قليله ومتكرره. نحن انا بعلمهم تقريبا ربع فنجان القهوه او بالبيبرون اللي بياخذ بيبرون 30 ملي، اعطيها كل ساعتين او كل ساعه او كل نص ساعه. كل ما كانت الاقياءات شديده كل ما بعد بين المده، كل ما لقينا انه الطفل استجاب بقرب. يعني اذا كنت عم بعطيه السوائل كل ساعه بعملها كل نص ساعه كل ربع ساعه، هذا الحكي ساعتين ثلاثه بتنضبط الاقياءات. النقطة الثانية، الإسهالات هي دليل من الجسم عم يقول إنه أنا في جرثوم غذاء الأمعاء، فأنا الإسهالات هي لازم تطلع. كمان الغلط الثاني اللي بيقعوا فيه الأمهات، في أدوية موقفة للإسهال وهي لا تستخدم عند الأطفال، تستخدم حصراً عند الكبار وبحالات معينة، لا يجوز استخدام هالأدوية عند الأطفال. خليها الجرثومة تطلع. تمام، المفروض نحن هذا دفاع، نحن كل عرض بيطلع من الجسم هو دفاع عن الجسم. السؤال شو؟ السؤال هو دفاع من الطرق التنفسية لهالجرثومة اللي دخل. الإسهال والإقياء نفس الشيء، هنا دفاع من الجسم تجاه الجرثومة اللي طلعت. فلذلك دائما الإسهال هو ما له حنفية، يعني أنا ما في عندي أي دواء بيسكرها. تمام، أنا إذا وقفت الإسهالات بإمكاني بحب أوقف الإسهالات. إذا وقفت الإسهالات خليت هالمواد المتجرثمة موجودة بالأمعاء بتقيأ الطفل. فإذا بنقلها للأم طولي بالك، طالما أنه الإقياءات انضبطت معناته أنا بقدر أني أعطي وارد فموي منيح. هل الإسهالات طالما أني أنا قادرة عم عوضها عن طريق الفم أو لا سمح الله إذا اضطرينا لطريق وريدي، معناته نحن أمورنا منيحة. نعم، يعني خلينا نحكي كمان عن الأغلاط الشائعة، مثل ما عم تحكي إنه في بعض الأمهات أو الأهالي عم يعطوا أدوية ممكن ما تكون مناسبة لأطفال تسبب لهم أمراض أو مشاكل تانية. هيك من خلال المراجعين اللي عندك أو الحالات اللي عم تجي وخاصة بفصل الصيف، التسمم الغذائي، تخبيص الأدوية، ممكن عم يصير مشاكل تانية، خلينا نتعرف عليها كمان. كمان التسمم الغذائي من الشغلات الشائعة كتير بالصيف، مثل ما قلنا لأنه بصير ارتياد المطاعم أكثر. أحيانا بعض الأدوية وبعض الأطعمة وخاصة بيدخل فيها البيض مثلا مثل المايونيز أو الكريمة أو شغلات القشطة، هي بتكون أميل لأنه تنتزع بسرعة بالصيف أكثر من المواد الغذائية الثانية. فأحيانا كتير ممكن الطفل يتعرض، وخاصة الأطفال تعرفوا بيستهلكوا كميات كبيرة، أي شيء فيه قشطة فيه كريمة فيه مايونيز، الأطفال بيحبوا أنه ياخذوا أكثر. تمام، فهدول ببلشوا عادة التسمم الغذائي شيء انه يبلش باقياءات اكثر من الاسهال، وخاصه الشغلات اللي فيها كريمه وقشطه، بنقول له التسمم الغذائي بالعنقوديات. فمثل ما قلنا انه الام بهالحاله بتميل مباشره انه تعطي دواء التهاب. هلا الغلط اللي بتغلطه الام انه بتروح بتعطي دواء التهاب، خلينا ناخذ واحد من ادويه الالتهاب المشهوره هو المترونيدازول، تمام، بمختلف اشكاله التجاريه. المترونيدازول هو دواء خاص ويستخدم بحالات الزحار بس، وهو دواء سيء الطعمه. اللي بيصير انه الام بتركض بتعطيه، اللي اسمه التجاري الفلاجيل مثلا او له اسماء كثير، الام بتركض تعطيه، الطفل بيكون عم يتقيأ، بتعطيه دواء سيء الطعمه بترجع بتزيد الاقياءات. طبعا اذا الطبيب شافه قد يضطر انه يعطيه بعدين، بس بالمرحله الاولى نطلب من الام انه تركز بس على اعطاء السوائل وعلى اعطاء وجبات صغيره ومتكرره ومن الاغذيه التي يرغبها الطفل. طب دكتوره بعد معنا وقت، بس في دائما شيء اسعافي لازم تعمله الام، يعني بتلاقيها لبن بطاطا مسلوقه بتضل معيشته اسبوع حميه لمعدته. تمام، ولكن يمكن جارتها تقول لها هيك، يمكن جارتها تقول لها هيك، وفي لازم ادخال شوارد كثير الى الجسم. خلينا نحكي شو الاسعافات الاوليه لبين ما تروح الدكتور. الاسعافات الاوليه انه تعطي اي سوائل عندها بالبيت، اذا يعني ما انا قادره توصل سخن ولا بارد ولا فاتر، لا بده يكون بارد افضل. بارد. تمام، من النوع اللي بيرغبه الطفل. تمام، اذا ما عنده امكانيه توصل للصيدليه او اي شيء، ممكن تحط مي ومعلقه ملح صغيره وشويه سكر خفاف مشان تعود السوائل.
طبعا بنحاول نحن ناخذ الاطعمه القابضه مثل الرز والجزر والبطاطا، بس مو معناته انه يبقى حميه يومين ثلاثه، الحميه فقط 24 ل 48 ساعه. ورساله هامه، لا يجوز ايقاف الحليب سواء كان ارضاع والدي او ارضاع صناعي. من الاخطاء الشائعه ايقاف الحليب باثناء فتره الاسهال وخاصه الارضاع الوالدي، لانه انا بقول انه الامعاء مثل اي عضو، لما بيمرض هو بحاجه لتغذيه، فانا لما بحرم الطفل من تغذيه معناته طورت فتره الشفاء. فاذا انا بحمي عن بعض الاكلات اللي بتعتبر ثقيله الهضم او سيئه، وباخذ الاكلات اللي بيفضلها الطفل. نعم دكتوره، يعني بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، كنا بنتمنى نستفهم منك اكثر عن هذا الموضوع، بس بتوقع انه هي الاخطاء الشائعه والاسعافات الاوليه كثير بتفيد كل ام، وخاصه عند اولاد بالصيف والعطله الصيفيه. يعني بنتمنى لك هيك صيام مقبول وافطار شهي مع عائلتك. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم. شكرا ما بينشبع من حديثك دكتوره، ناطرينك بحلقات جايه اكيد. شكرا لك والله، لا يضر ولا حدا. امين يا رب.